عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، اليوم عندي لكم وصفة ديال المويو بالشوكولات اللي كتجي هائلة. بالنسبة للمقادير هي جد بسيطة كيف ما كتشوفوا، طريقة العمل كذلك. المقادير كنحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيدة، عندي 170 غرام ديال الشوكولات بوش شوكولات الكحل، 3 ديال البيضات، 1 سكر لافاني، عندي هنا 50 غرام ديال الطحين، وعندي 110 غرام ديال الزبدة. بالنسبة للمقادير يعني ضروري ما تديروا المقادير مضبوطة، لأن أي نوع من الباتيسري بغيتو يصدق معكم إلا وتستعملوا الميزان وتكون المقادير ديالو مضبوطة. ألو بسم الله نبدأ. أول حاجة غندوب الشوكولات مع الزبدة في حمام مريم أو با ماغي. في الوقت اللي الشوكولات كيف ما كتشوفوا بدا كيدوب هو والزبدة، كناخد البيض كنهرسو، كنضيف عليه السكر، كنضيف لافاني حتى هي، وكندرب الخليط مزيان. من بعد ما دربنا البيض مع السكر ولافاني كيف ما كتشوفوا، كناخذوا الطحين وكنضيفوه على الخليط، ضروري الطحين ما نغربلوه في الاول. وكنحركو مزيان حتى كتندمج كاع العناصر. عاد كنضيفو لها الشوكولاط. من بعد ما اندمجت عندنا كاع العناصر كيف ما كتشوفوا، كنبداو نضيفو في الشوكولات اللي ذوبناه غير بلاتي معلقه معلقه حتى كنساليو كاع الخليط ديال الشوكولات. ضروري غير بلاتي لانه باقي سخون وعندنا البيض هنايا يقدر يضيع لنا العجين. الو هكذا، وكنبقاو نحركو في نفس الوقت. صافي، من بعد ما خوينا كاع الخليط ديال الشوكولاط والزبده كيف ما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالو. دابا غناخذوا القوالب اللي غادي ندخلوهم للفران. انا خديت هاد النوع هكذا صغارين، ممكن تاخذوا ديال هذوك ديال الالومنيوم اللي كيكونوا شويه ما صغر منهم، يعني ماشي مشكل، كيبقى لكم الاختيار. عندي هنايا الزبده وعندي شويه ديال الطحين باش غندهن هاد القوالب هادو، يعني كيف ما كتشوفوا هكذا غير شويه كندهنو مزيان على كل شيء جناب. كي كنديروا المول ديال الحلوه يعني عادي. كنخويو فيهم شويه ديال الطحين كذلك وكنمروهم. من بعد ما خوينا الطحين كنبداو نمشيوه في المول هكذا في القالب غير بلاتي، كنستمروا هكذا حتى كنساليو كاع القوالب اللي عندنا. الو دابا غادي نخوي الخليط في هذا القالب هذا. صافي هكذا. من بعد ما ساليت هاد القوالب هادو كيف ما كتشوفوا، دابا غندخلهم للفران اللي ديجا انا مسخناه على درجه حراره 200 لمده ديال 10 دقائق. من بعد ما فاتت 10 دقائق خرجتهم من الفران كيف ما كتشوفوا هكذا كيكون هذا هو الشكل ديالهم. كنخليوهم حتى يبردوا مزيان، نفكوهم هكذا غير من الجناب غير بلاتي، عاد كنقلبوهم في الطبسي اللي غنقدموا فيه. ما ضروري نخليوهم يرتاحوا واحد شويه عاد نقدروا نقلبوهم.
من بعد ما قلبتهم في الطبسي كيف ما كتشوفوا، زينتهم بشويه ديال السكر كلاصي، ودرت هنايا كولي ديال الفروي غوج، طيبتهم مع السكر، ومن بعد طحنتهم. دابا غنحل لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيف كيجي داير. اوكي فوالا، هذا كيكون هو الشكل ديالو من الداخل كيف ما كتشوفوا، كتبقى عاد الشوكولات وكيجي فريمون هائل. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش الاشتراك معايا في القناه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.